يعني عندما يقال له مثلا شوف مثلا واقرأ فتوى بن باز رحمه الله في ابن لادن، يقول هذه مدسوسة عليه، ادخلت في الفتاوى، عجيب. وسنصبح نطعن في كل فتوى لا تروق لنا بأنها مدسوسة على الشيخ، حتى لا يبقى من هذه الفتاوى شيء إلا ويأتي من يطعن ويلمز فيها. ولذلك لما سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن هذه الفتوى قال لا، بل أفتى فيها وسمعناها منه وطبعت في حياته وأقرها، والذي يقول أنها مدسوسة عليه أو مكذوبة هو الكاذب، هو الكاذب. ولذلك لا تقرأ على الشباب فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في بن لادن كما في المجلد التاسع صفحة 100، يقول نصيحتي للفقيه والمسعري وبن لادن أن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يحذروا نقمة الله وغضبه. وهكذا هذه ما تقرأ على الشباب، مع أن أفتى بها عام 1417، يعني قبل 23 سنة، لكنها لم يظهرها مشايخ الصحوة.